أما ما سئل عنه وهو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ما لم يكن يعلمنا كما يعلمنا في التشهد، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثين بها عليه قابلين بها فأتممها علينا، هذا الحديث عند أبي داود وأيضا عند الحاكم والطبراني لكنه ضعيف، والطرق والمتابعات التي به ضعيفة، وقد أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في سن أبي داود ضعيف أبي داود الأم، لكنه قال رحمه الله في الأدب المفرد قال هو صحيح الإسناد عن ابن مسعود، فيكون من قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن دعائه وليس من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.